كابتن بلال، الف مبروك، اداء جيد جدا الشوط الثاني ودنت السيطره للنادي الاهلي وتحقق فوز عن جداره واستحقاق. هو كابتن عادل خلص فكرته ولا لسه؟ خلص قدام نص ساعه. لا خلص يا رب تكون اتعلمت حاجه من الفكره. قربت انام. لا خلص يا رب تكون اتعلمت حاجه من الفكره دي. قربت انام يا كابتن. الراجل هتمنع الغدا النهارده. يا انا عايز مرغاه. بالله انا شايفك يا كابتن. هو توصى برضه بيك. بالظبط. توصى ان شاء الله. اتفضل يا كابتن. لا بس هي عنده افكار كتير الكابتن عادل يعني. طب لا حاجات بعيده دي. طب انا عارف يا كابتن. طيب ماشي. احنا بيننا وبينك بعد المشرقين. ماشي. لا الحقيقه مبروك طبعا النادي الاهلي. اداء الحقيقه رائع جدا. تحدي جديد النهارده بعد اثبات التحدي اللي كان في المباراه اللي فاتت. النهارده يمكن في الدقيقه 82 عايز لقطه بعد الهدف. السوليه وهاني محمد هاني كره ناحيه الخط الاثنين بيعملوا تاكلز. طب الاثنين في وقت واحد يعني بيضغطوا بيطلعوا الكره رميه تماس لو حتى ممكن نجيبها تقريبا في الدقيقه 81 دقيقه 82 كانت هجمه علينا من ناحيه اليمين السوليه وهاني. واضح ان الروح اللي موجوده عند لعيبه النادي عوده الروح مره ثانيه. واحنا دايما كنا بنتكلم على حاجه مهمه جدا جدا يا كابتن. ممكن في اوقات كتير ما تبقاش انت فنيا عالي، ما تبقاش الكره ما تبقاش ماشيه معاك، تبقى الامور مش في احسن، تبقى مش في احسن حالاتك. خد بالك كمدير فني وكلعيب، بس الكلام ده بيتعوض بحاجات مهمه جدا او بحاجه مهمه جدا الا وهي السبيريت بتاعتك انت كلعيب في الملعب. صح. الروح القتاليه جلدك لما بتسيبه في الملعب. النهارده لعيبه النادي الاهلي يعني بتؤدي بشكل رائع جدا 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 النهارده فنيا. خد بالك وقل وروح وقلب وتحدي كبير جدا فنيا النهارده. يمكن لعيبه النادي الاهلي في حاجتين مهمين جدا اللي اتكلمنا عليهم ما بين الشوطين وقلنا لازم يعني عشان تقدر تكسب لازم هم يعني حاجتين مهمين جدا انك تتحرر وده اللي حصل النهارده في الجول الاول. تحرر قفشه بيطلع لقدام كراس حربه الكره بتتلعب للسوليه بيلعبها من تقريبا يعني يا دوب يعني من لمسه واحده تقريبا تمام بتروح لمجدي قفشه شريف بيفتح المسافات بتسجل هدف حلو شكله حلو. مزمين. النهارده السوليه رائع النهارده في اداؤه النهارده اداء متميز النهارده على المباراه الثانيه على التوالي. هاني محمد اداؤه محمد هاني اسف اداء برضو في تميز النهارده. لعيبه كتيره جدا اليو ديانج النهارده رائع جدا وكالعاده علي معلول عنده ثبات النهارده. ومن ضمن الحاجات اللي بحبها في اللعيب انه يبقى ذكي. ممكن تبقى تعبان يا كابتن خد بالك النهارده او ممكن يبقى خد بالك ضغوطات الماتشات ورا بعضها. صح. تخليك تفكر بدماغك اكتر ما تجري. يعني زمان كانوا بيقولوا لنا ايه خلي الكره اللي تجري خلي الكره اللي تقطع المسافات. النهارده علي معلول بيعمل كده. النهارده علي معلول بيشغل دماغه. خلي بالك علي على طول بيعمل لعيب ذكي. ميزه في علي معلول لعيب ذكي. وامتى اهاجم مظبوط وامتى اعمل الكروس من على 18 وامتى اعمل الكروس اوصل للخط. يعني لعيب يعني عنده فكر عالي جدا الحقيقه وعنده يعني لعيب ذكي مستواه ثابت الفتره الاخيره بصراحه. بص يا كابتن يعني بيعتمد اكثر اللاعبين خد بالك ما هي الخبره اللي بياخدها اللعيب اللي بيكتسبها ازاي يتحول من ان يكون اللعيب بيستخدم القوه والسرعه دايما للعيب بيستخدم عقله ويجري في حدود المطلوب منه او في حدود الـ يعني الحاجات المتاحه بالنسبه له. انا اجري امتى اتحرك امتى اعمل سبرنت امتى ما اعملش. يعني زمان كنا يعني واحنا لسه في الناشئين تجري على طول في كل مكان في الملعب. لما بتكبر شويه تبتدي يعني تعرف امتى تجري امتى تقف امتى تضغط امتى ما تضغطش. علي بيعمل كده. بالظبط. علي معلول يعني من الناس الحقيقه اللي بتبهرني جدا بتحركاته في الملعب. وزكاة. ممكن تكون شايف ان هو ما بيعملش يعني ما بيجريش كميه جري كبيره جدا لكن بيعوضها بدماغه بفكره. أي. عجبني جدا علي معلول النهارده اداء ديانج رائع جدا جدا جدا. الحاجه اللي كنا بنفتقد او اللي كان بيفتقدها يعني او كنا احنا بنفتقدها في الاستوديو بالنسبه له التكمله مظبوط اللي بيكملها وعملها قبل كده على فكره في مباراه الزمالك سجل هدفين. مظبوط. النهارده بيعملها بشكل رائع جدا اداء فردي رائع جدا 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 من خلي بالك الخطوه بتاعته يعني. ده هو لما بيفتح الخطوه بتاعته ولا حد يقدر يجيب. طبعا يعني عارف الكيك داون بتاع العربيات صحيح الستارت صحيح. فالاداء بتاع الاهلي متميز النهارده كمان التحول السريع يا كابتن عادل. انت بتتحول بشكل سريع النهارده. يعني مشكلتنا كانت في المباريات اللي فاتت البطء مع الفرق اللي بتدافع. النهارده انت لما بتقطع الكره بسرعه وده ميزه انك تجيب جول من بدري. يعني لما انت جبت الجول في بدايه الشوط الثاني ابتدى الجيم يتفتح بالنسبه لك. ابتديت انت تعمل عمليه التحول السريع.
تلاقي احمد عبد القادر الناحيه دي واحد ثرو باس او الكره الطويله بتلاقيه لوحده. ابتدى كمان يتخلق لك مساحات في نص ملعب طبعا انبي. طبعا الشوط الثاني بالكامل من اوله طالما سجلت هدف الامور هتتغير. تمام اي او طالما انت بتضغط كمان الامور هتتغير. هي حاجه من الاثنين، تسجل هدف يبقى تفضل ضاغط على الخصم اللي عندك عشان تربكه عشان تلاقي مساحات تشتغل فيها صحيح. او تسجل هدف فبالتالي الخصم يعمل عمليه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. عارف انت في البلاي ستيشن في حاجه اسمها يعني لما بتبقى مغلوب تعمل الترا اتاك، خد بالك فالفرقه بتضطر تعمل الترا اتاك فيديك مساحات تشتغل فيها. انت قدرت انك تستغل المساحات دي النهارده في الشوط الثاني، قدرت انك تخلق فرص كتيره بس ما سجلتش. يعني النهارده في 3 4 فرص ناحيه عبد القادر، في فرصتين 3 ناحيه حسين الشحات، بتجني هجمات خطر، عملت الشغل ده بشكل متميز. ناقص تحركات الفرود بقى والفينش، ازاي تخلص بقى، ازاي تسجل هدف. بعض التحركات ممكن يشتغل عليها مستر كولر، ممكن عنده اسبوع يعني فرصه كبيره جدا بالنسبه له يشتغل مع رصاصات الحربه شريف وشادي حسين، انه ازاي يشتغل يربط مع الباك، يربط مع الهاف، ازاي امتى يرجع يرجع لورا وياخد الخطوتين، وامتى يكمل تمام وياخد الطولي على طول عشان ياخد الكره العرضيه. دي حاجات مهمه جدا جدا، خد بالك هي تفاصيل صغيره لكن لما تعملها بس ما انا برضه هتسجل بيها اهدافك. انا عايز اتكلم في النقطه ديت برضه. يعني هو مستر كولر معذور برضه، ولكن هو بيحاول يجرب الناس كلها. بس انا كلاعب احيانا ببقى بعيد عن الفورمه بتاعتي حقيقي، بعيد عن الملعب شويه، احيانا بيصيبني مش عايز اقول عدم ثقه بالنفس، ولكن حاله ممكن دي ما تكونش الحاله الطبيعيه انبالانس يعني مش دي الحاله الطبيعيه بتاعتي، ما عندوش توازن. فانا محتاج يعني محتاج تبقى رجلي في الملعب برضو، محتاج ما ابعدش عن الملعب. يعني في ناس تقول لك ايه يا ريت يبعد عن الملعب شويه. لا بص، زمان كابتن ايمن كان بيقولوا ايه، كان بيقول لك لما تبقى عندك يعني فقدان ثقه العب السهل دايما. مظبوط تمام، اتحرك كتير قوي مظبوط والعب السهل. ايوه ليه؟ السهل دايما يديك السهل، هيديك سهل مظبوط. انا النهارده الكوره جات لي استلم على صدري واحطها، استلم على صدري واطلع الباك اللي جنبي، اجري كتير جدا في الملعب. هتخلق لنفسي فرص كتير. النهارده شريف يمكن خلق نفسه فرصتين ثلاثه ما كانش موفق فيهم، في واحده فيهم بدايه الشوط الاول اللي عملها بشماله دي ما كانش موفق فيها. خد بالك وجوده في الملعب باستمرار خد بالك، مع ان هو يكلم، خد بالك ده انا لازم، انا كلاعب لازم اتكلم نفسي دايما، لازم اتكلم مع نفسي على طول. انا هرجع الثقه نفسي ازاي وانا مش بره الملعب؟ لازم وانا جوه الملعب اتكلم مع نفسي دايما، اللي جاي افضل، اللي جاي احسن، ابتدي كل كره هو حسن. على فكره اتحرك كتير جدا النهارده، اتحرك كتير جدا جدا جدا، ولكن هو ناقصه بس حته يسترجع ذكريات محمد شريف. ايوه بطوله الدوري السنه اللي قبل اللي فاتت، بس لو استرجع ذكريات محمد شريف على فكره هيسجل والدنيا هتبقى ماشيه معاه زي الفل. كذلك شادي حسين، مش عايز بتكلم على شريف لوحده بس بتكلم على الاثنين راسين الحربه اللي موجودين في النادي الاهلي. مزبوط. انت راس حربه موجود في النادي الاهلي، انت قيمه كبيره جدا جدا جدا. صحيح. انت المان تارجت بتاع النادي الاهلي، انت متخيل يعني ايه تبقى المان تارجت بتاع النادي الاهلي؟ حاجه كبيره جدا جدا جدا. النهارده فرقه النادي الاهلي الشوط الثاني احنا قدرنا ان احنا نصنع اكتر من فرصه محققه للتهديف. صح. فرص حقيقيه تقدر، كنت ممكن تسجل، كان ممكن المباراه النهارده تخرج باربعه وخمس، اربع وخمس اهداف محققه لصالح النادي الاهلي، ما قدرتش تسجل، مش مهم خلاص، انت خرجت بنتيجه المكسب. ومن الحاجات المهمه جدا يا كابتن ايمن بعد المباريات الصعبه ان اللي بعديه تكسبه. صح. عشان ما تخشش مزبوط. في حته التراست ايشو، يعني فاهم قصدي؟ عارف يبقى عندك مشكله، يعني انا بكسب هنا وبعدين برجع اتعادل. أيوه. تاني بالزبط. فبقى انا عندي مشكله ثقه فيا كمدير فني وكلعيبه وكجمهور كمان. وهم بقولك وكمان جمهور. أيه. النهارده لما تكسب مباراه بعد مباراه كبيره انت عملتها. صحيح. باداء النهارده جيد كمل. اعتقد يبقى لا، يبقى احنا ماشيين في التراك الصح. الحمد لله. ما احنا ان تراك تمام. صحيح. انت النهارده عملت ماتش كويس قوي هايل من وجهه نظري الشخصيه. المدير الفني عمل ماتش كويس قوي تمام، كباتن كلهم اجمعوا ان التغييرات هتبقى متاخر شويه، وده اللي فعلا عامله مستر كولر النهارده، ادى فرصه للعيبه في الملعب. النهارده التحرر اللي حصل والكل بنتكلم فيه ما بين الشوطين، التحرر من شريف ومن عبد القادر ومن مجدي قفشه ومن اليو ديانج نفسه، مظبوط، خلاك تسجل هدفين حلوين وتخلق فرص، شكلهم حلو. صح. النهارده السوليه بيتفوق على نفسه، وانا بديله واحد من اللعيبه اللي النهارده اجادت بشكل كويس جدا جدا جدا، لعيب كويس. مظبوط. لعيب كويس ممكن افتقد الثقه في بعض الشيء، ممكن، خد بالك، وده طبيعي جدا في كره القدم على فكره، انك مستواك يعني كره القدم ما فيهاش ثوابت، مش هينفع تبقى ثابت يعني. أيوة. طول الوقت
لا شويه بتبقى كويس وبتاع شويه بتقل شويه مجهد جدا. وبعدين انت عندك برضو حته ان المباريات متتاليه ورا بعض مظبوط تخليك تلعب وانت برضو مش فول باور. ما تبقاش انت يعني فريش قوي يعني تبقاش انت يعني مكتمل يعني مش عايز اقول بدنيا انت بدنيا قوي لكن انت ممكن عضلاتك ما تكونش في افضل حاله بالنسبه لها. تتابع الماتشات بتخليك يعني اقل شويه لان المجهود متراكم فبالتالي العضلات ما بتبقاش يعني تستجيب بشكل كبير جدا لكل اللي انت عايزه في الملعب. فالنهارده لا فرقه النادي الاهلي بترجع بشكل كويس. فرقه النادي الاهلي النهارده بتقدم شوط تاني رائع جدا. خد بالك ممكن تكلمنا على الشوط الاول اقول لك لا طبيعي طبيعي انك بتنزل قدام فرقه مكتمله بدنيا ان هي تقف وتلعب عليك بالشكل عادي على فكره عادي في كره القدم. عشان كده دايما بيطلقوا على الشوط التاني ان هو شوط المدربين بتكون اللياقه ساعتها قلت بقت يعني قريبه من بعضها فيبتدي الفكر يبان الفكر ويبتدي الفروقات الفرديه عند اللعيبه تبان وده اللي حصل الشوط الثاني. فرقه النادي الاهلي الفروقات الفرديه بانت المهارات الذهنيه بانت. سيبك من المهاره بتاعت رجل واحده تقعد وتعدي لا انا بتكلم على المهاره الذهنيه انت عندك دماغك شغاله النهارده الباصه بتاعت السوليه رائعه جدا 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 رائعه جدا مش اي حد يفكر يعني مش اي حد يبص ويشتغل ويحط دي على طول ويوديها بالشكل ده انفراد. اليو ديانج فكره ان هو النهارده خلاص انا عايز ابتدي اشتغل في الحته اللي ناقصاني ودي حاجه مهمه جدا انا كلاعب ازاي اطور من نفسي داخل الملعب. مظبوط. حتى لو ما جاتش جول على فكره كنا هنسقف له برده فاهم نقول النهارده ديانج حاول يطور من اداؤه النهارده الفردي. فالنهارده لعيبه الاهلي الشوط الثاني الحقيقه اداء راقي جدا اداء رائع جدا بيثبت لعيبه النادي الاهلي ان هم اون تراك زي ما احنا اتفقنا. بتقول ان كل مباراه النادي الاهلي لعبها اعتقد هتبقى افضل مباراه من المباراه اللي قبلها باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله.